أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. القدس العربي: محتجون يهدمون مقر أحزاب سياسية في ذي قار. العربي الجديد اللندنية: محاولات جديدة لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق. العرب اللندنية: الاتفاق الأمني مع واشنطن يضع الكاظمي في مواجهة الميليشيات الحليفة لإيران. وفي تقرير للشرق الأوسط: عد عكسي من 30 يوما لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران. من المقالات يكتب طارق الحميد في عكاظ السعودية: العراق والنفاق الدولي. ويكتب الحسين الزاوي في الخليج الإماراتية: أوروبا والحرب الباردة الجديدة. فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة القدس العربي إن محتجين هدموا مقر أحزاب سياسية في ذي قار احتجاجا على استهداف المتظاهرين. وقال شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين ترافقهم جرافات هدموا مقر حزبية لحزب الدعوة ومنظمة بدر وعدد من مكاتب الحركات السياسية في مدينة الناصرية وأضرموا النيران فيها. وفي عنوان آخر للقدس العربي: احتجاجات كردستان، حرق مبان حكومية وحزبية في حلبجة وكلار واعتقال أكثر من 30 متظاهرا. تقول الصحيفة: انتقلت شرارة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات من وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان شمالا، وتحديدا في مدينتي حلبجة وكلار التابعتين لمحافظة السليمانية. وفيما أقدم المحتجون الغاضبون على حرق مقر حزبية وأخرى تابعة للحكومة المحلية وأضرموا النيران فيها، كشف مرصد حقوقي عن اعتقال أكثر من 30 محتجا. أكدت صحيفة الزمان العراقية أن تحذيرات من انفلات أمني عقب سلسلة اغتيالات ممنهجة أصبحت تهدد السلم المجتمعي والحفاظ على حق الإنسان بالتعبير عن رأيه، وأن هذه الجرائم الممنهجة ستكون عواقبها وخيمة في إشاعة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي. وتحت عنوان سلاح سائب وعمليات قتل وحرق، مسلسل حرق الجنوب قادم، رأت صحيفة كل الأخبار العراقية أنه تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال القتل والاغتيال في ظروف غامضة، وصفة إياها بالتصفيات السياسية التي تقف وراءها جهات معروفة للرأي العام. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن هناك محاولات جديدة لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق، وتحاول قوى عراقية إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي المعطل منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وسط رفض ومحاولات مضادة من أطراف أخرى تعتبر أن القانون سيعود بالضرر على أجندتها السياسية. أوضحت صحيفة العرب اللندنية أن الاتفاق الأمني مع واشنطن يضع الكاظمي في مواجهة الميليشيات الحليفة لإيران. وشنت الميليشيات هجوما حادا على الكاظمي لتفاهماته الواسعة مع الإدارة الأمريكية. ويقول مراقبون إن تلك التفاهمات تضع الميليشيات تحت ضغط المواجهة، وسيتحول قادتها إلى أهداف قد تقع في أي لحظة. وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط: عد عكسي من 30 يوما لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران، وذلك لجهة تورط إيران في عمليات تسليح شركائها ووكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، واستمرارها في تطوير صواريخ باليستية. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير.
من المقالات يكتب طالب عبد العزيز في المدى العراقية الغصة بطعم الدم. يقول الكاتب: بات من المعيب على السلطات الأمنية الحديث عن تشكيل لجنة أمنية لمعرفة قتلة المتظاهرين في بغداد والبصرة والمحافظات، ولا بد لهذه النغمة النشاز التي نسمعها عقب كل حادثة قتل للناشطين أن تنتهي، فهناك غصة لها طعم الدم في حنجرة كل عراقي شريف قتل على أيدي مجرمين محترفين. ويكتب طارق الحميد في عكاظ السعودية: العراق والنفاق الدولي. يقول الحميد: رغم كل المشاهد المحزنة، إلا أن المذهل هو حجم النفاق الغربي، وتحديدا المؤسسات الإعلامية والحقوقية التي لم تولي حجم العنف الذي يستهدف الناشطين بالعراق الاهتمام المستحق، وتلزم الصمت المطبق من عمليات اغتيال واختطاف لهم خارج نطاق القانون. أخيرا يكتب الحسين الزاوي في الخليج الإماراتية: أوروبا والحرب الباردة الجديدة. يقول الكاتب: ملامح الحرب الباردة الجديدة الاقتصادية والتكنولوجية بين العملاقين الكبيرين الصين والولايات المتحدة تأتي في مرحلة تاريخية أصبح فيها الاقتصاد العالمي متداخلا ومتشابكا. واستنتج الكاتب أن أوروبا تبدو حريصة على ألا تتم إدارة الحرب الجديدة داخل أراضيها وعلى حساب مصالحها. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة السيد عثمان المختار المحرر بصحيفة العربي الجديد، يسرنا تفضلكم بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر سكايب من الدوحة بالسيد عثمان المختار المحرر بصحيفة العربي الجديد. مرحبا بك سيد عثمان إلى هذا الحوار. حياكم الله أخي، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا فيك. دعنا نبدأ من صحيفة القدس العربي، حيث تقول إن محتجين هدموا مقر حزب الدعوة ومنظمة بدر وعدد من مكاتب الحركات السياسية في ذي قار، وأضرموا النيران فيها. برأيك، هل فقدت هذه الأحزاب شعبيتها تماما في جنوب العراق؟ يعني حقيقة هذا السؤال ينبغي أن يكون بصيغة أخرى، والحديث عن هل ستستمر هذه الأحزاب بواجهة العمل السياسي والحكومي مستقبلا في حال حصل العراقيون على انتخابات نزيهة. أعتقد أن الجواب هو يعني لن نرى هذه القوى السياسية أو الأحزاب بالصورة أو الحجم الذي كانت عليه خلال السنوات الماضية التي عقبت احتلال العراق. أعتقد أن موضوع هدم مقرات الأحزاب باليومين الماضيين، رغم أن قسم منها محترق أصلاً ومغلق منذ ديسمبر الماضي، هو رسالة تأكيد للرفض الشعبي لهذه الأحزاب، والتي ترجمها مراقبون على أنها يعني نمو وعي واضح داخل الشارع العراقي والجنوبي تحديدا. نعم. عنوان آخر أيضا في صحيفة القدس العربي تناولت فيه احتجاجات كردستان وحرق مبان حكومية وحزبية في مدينتي حلبجة وكلار التابعتين لمحافظة السليمانية، واعتقال أكثر من 30 متظاهر. ماذا يعني انطلاق احتجاجات كردستان في هذا التوقيت بالذات؟ يعني المعادلة تكاد تكون معقدة بالإقليم غير المدن العراقية الأخرى. هناك عملية قطع مرتبات منذ نحو 6 أشهر تزامنت مع جائحة كورونا وشلل بالقطاع السياحي وقطاع العقارات والاستثمارات ومهن الأجر اليومي، فاقم معدلات الفقر والبطالة داخل مدن الإقليم بشكل واضح، مع طبعا استمرار منظومة الفساد التي هي بالتأكيد امتداد لمنظومة الفساد الرئيسية الموجودة في بغداد. أعتقد أن التظاهرات اللي شهدناها باليومين الماضيين كانت تظاهرات مطلبية غير سياسية. عدم حصول السكان على بوادر أمل بتحسن معيشي
قد يدفع إلى اتساع هذه التظاهرات، خاصة مع دخول رانيا وحلبجة على قائمة المدن المتظاهرة لما فيها من دلالة لهذه المدينتين من ثقل تاريخي بحركة احتجاجات على الأقل على مستوى الإقليم. نعم، نتحول سيد عثمان إلى صحيفة الزمان العراقية، تناولت تحذيرات لمراقبين سياسيين من انفلات أمني في العراق، وذلك عقب سلسلة اغتيالات ممنهجة تهدد السلم المجتمعي في العراق. برأيك هل هناك سلم مجتمعي أصلا في العراق؟ يعني أعتقد هذا المصطلح من المصطلحات الفضفاضة التي خرجت بمعجم ما بعد 2003، السلم المجتمعي والمحاصصة والمكوناتية وغيرها لم تكن في يوم من الأيام مشكلة العراق في المجتمع، بقدر ما أنها تتعلق بمن جاء مع الأمريكيين أو من جاء مع الإيرانيين بعد عام 2003، من هم من يتولى أساساً عملية التحشيد الطائفي، تصدر الخطاب بالكراهية، إضافة إلى توليهم إدارة منظومة العنف في البلاد. لكن السلم المجتمعي كمصطلح بات بمثابة شماعة أو ورقة تتحدث بها الأحزاب والمكونات السياسية للتنصل من مسؤوليتها من الفوضى التي اختلقتها بالبلاد. صحيفة كل الأخبار العراقية عنونت سلاح سائب وعمليات قتل وحرق، مسلسل حرق الجنوب قادم. يرى مراقبون أنها توصف بتصفيات سياسية تقف وراءها جهات معروفة للرأي العام. إذن سلاح سائب مع تصفيات سياسية، العراق إلى أين يتجه؟ يعني اعتقد الموضوع فيه شيء من المبالغه اذا اردنا، لانه التظاهرات في العراق هي تظاهرات سلميه، تظاهرات مطلبيه شعبيه غير طائفيه برايي. العنف ممارس من طرف واحد، يعني هناك معادله مختله، اشخاص عزل مقابل مسلحون من ميليشيات ينتمون الى ايران، اضافه الى عنف السلطه نفسها، يعني حتى مع تعهدات مصطفى الكاظمي بعدم قمع التظاهرات شاهدنا بالفترة الأخيرة هناك عمليات مواجهة يعني بالرصاص الحي. لذلك مسألة الحديث عن التصفيات السياسية والعراق أين يتجه، هذا يتوقف على مدى المشروع المتبنى من قبل طرفي المعادلة بالعراق اللي هم الميليشيات والمنظومة الحكومية إن صح وصف الدولة على هذه المنظومة. طيب، ضمن زاوية مقالات يكتب طارق الحميد في صحيفة عكاظ السعودية، العراق والنفاق الدولي، وذلك حول موضوع التزام الصمت المطبق على ما يحدث بحق الناشطين العراقيين من اغتيال واختطاف خارج نطاق القانون. لماذا برأيك النفاق والصمت الدولي بحق اغتيال واختطاف الناشطين العراقيين؟ طيب يا سيدي، أنا قرأت هذه ما جاء بمقالة الزميل الكريم وأعتقد بأنه أخذ مقطع طولي للصورة التي نقلها، لأنه بصراحة الصمت والتخاذل لم يكن وليد اليوم. الصمت والتخاذل كان منذ أيام الفلوجة والموصل عندما كانت تباد بالبراميل وكان آلاف الضحايا النساء والأطفال يهرسون بالطيران والقصف العشوائي. الصمت والخذلان كان منذ حفلات الإعدام الجماعية التي نفذتها الميليشيات بحق العراقيين السنة، كانت تقدادهم بالمئات وتنفذ بهم أحكام إعدام، ولم نسمع لا الأمم المتحدة ولا الصليب الأحمر ولا أي منظمة سواء محلية أو إقليمية أو دولية تحدثت عن هذا الموضوع. بمعنى آخر، أعتقد أن النفاق والصمت الدولي حاضر بقوة ومنذ سنوات سواء على الساحة السورية أو العراقية. طيب، صحيفة العربي الجديد اللندنية تقول إن هناك محاولات جديدة لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق. ما الغاية برأيك من إعادة إقرار هذا القانون في هذا الوقت تحديداً؟ يعني بشكل مختصر، هذه المرة السادسة التي يثار فيها الجدل حول هذا الموضوع، كان أول مرة عام 2010. الغاية من الموضوع أو مشروع قانون التجنيد الإلزامي هو محاولة بعض القوى السياسية كسر الاحتكار الطائفي للمؤسسة العسكرية العراقية من خلال التجنيد الإلزامي. المؤسسة العراقية العسكرية فيها خلل كبير بالتوازن المكوناتي، ترى هذه القوى السياسية أن التجنيد سيخلق معادلة
مكوناتيه داخل المؤسسه العسكريه. نوعا ما النظريه صحيحه، لكن اعتقد بان هناك رفض قوي من المعسكر السياسي الموالي لايران لهذا الموضوع. لا اعتقد انه سيمرر. سيد عثمان، نتحول إلى صحيفة العرب اللندنية التي ترى أن الاتفاق الأمني مع واشنطن يضع الكاظمي في مواجهة الميليشيات الحليفة لإيران. هل يستطيع الكاظمي مواجهة الميليشيات الموالية لإيران برأيك؟ بالنهاية الموضوع مرتبط بمدى التفاهم بين واشنطن وطهران. العراق والميليشيات وكل الفاعلين داخل الساحة العراقية يمكن اعتبارهم نتائج لهذا التفاهم الأمريكي الإيراني. هناك أمثلة كثيرة منذ عام 2012 ولحد الآن، عدة تفاهمات جرت بين الأمريكيين وبين الإيرانيين انعكست على الشأن السياسي العراقي وحتى الأمني. لذلك أعتقد بأن الحكومة الحالية والميليشيات التي تمثل الأذرع الإيرانية داخل العراق تتحرك وفق ما يعني وفق نتائج التفاهمات التي تتم بالتأكيد عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن. في ذات السياق، الميليشيات تهدد بالانتقال إلى مرحلة التصعيد واستهداف المصالح الأمريكية. هل سيكون العراق برأيك ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا؟ أعتقد نعم، وللأسف الشديد المناطق نفسها المنكوبة بالعراق اللي هي شمال وغرب العراق راح تكون مسرح للكباش الأمريكي الميليشياوي طبعا الإيراني في حال حدوثه. هذه المناطق هي أصلا منهكة، الميليشيات تنتشر فيها، يعني هناك أكثر من 69 فصيل تنتشر في مناطق شمال وغرب العراق اللي هي تمثل 49% من إجمالي مساحة العراق. لذلك أعتقد نعم، يعني التصعيد قريب لعدة أسباب. هناك قوة تريد تأجيل الانتخابات المبكرة أو حتى إفشالها، وهناك أطراف تريد استخدام ورقة الصدام مع الأمريكيين للحصول على مكاسب من حكومة الكاظمي وابتزازه، ابتزاز مالي وسياسي ومناصبي طبعا، إضافة إلى كونها بالمجمل ورقة إيرانية. لذلك نعم للأسف يعني هذا السيناريو محتمل. أيضا ما زلنا في ذات الموضوع، صحيفة العرب تقول أن تفاهمات ترامب والكاظمي تضع الميليشيات تحت ضغط المواجهة وسيتحول قادتها إلى أهداف قد تقع في أي لحظة. هل ستشهد المرحلة المقبلة تصفية قادة الميليشيات على غرار ما حصل لسليماني والمهندس؟ لا أعتقد ذلك. الأمريكيين اليوم لا يريدون إحراج الكاظمي أكثر، ويريدون يعني يريدونه بعام أو عام ونصف على الأقل هادئة لترتيب أوضاعه. الأمريكيين حاليا داعمين للرجل، فعلى ما يبدو بأنهم حتى انسحابهم من قاعدة التاجي كان بمثابة دعاية أو نقطة قوة لكاظمي أمام خصومه السياسيين في بغداد، رغم بأنه قاعدة التاجي كانت تمثل ثالث المرتكزات الأمريكية والمهمة ببغداد. لذلك أعتقد بأن مرحلة تصفية القادة انتهت إلا إذا يعني كان هناك رد فعل على مقتل جندي أمريكي أو متعاقد أمريكي بأحد الهجمات التي تنفذها الميليشيات، وهذا وارد. تقرير لصحيفة الشرق الأوسط يوضح أن عدا عكسيا من 30 يوما تقوم به أمريكا لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران لتسليحها شركائها ووكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن واستمرارها في تطوير صواريخ باليستية. برأيك ما مصير الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الأمريكية واحتمال خسارة ترامب في هذه الانتخابات؟ كان الإيرانيين يتحدثون عن أن الاتفاق النووي سيعود بصيغته التي وقع عليها في إدارة أوباما عام 2015 بعد رحيل ترامب، يعني خلال أشهر قليلة، وهم يراهنون على خسارة ترامب بالانتخابات طبعا. شخصيا لا أعتقد ذلك، حتى أن يعني خسر ترامب سباق الرئاسة الولاية الثانية. أعتقد بأن تحليلات المراقبين الغربيين هذه الأيام هي الأكثر دقة حول أن هناك دول أوروبية مع الأمريكيين باتت تؤمن بوجود حاجة إلى تعديل الاتفاق النووي مع إيران عن صيغته القديمة. لذلك سواء فاز ترامب أو خسر ترامب
سيكون هناك اتفاق آخر بصيغة جديدة، لكن خلال هذه الفترة إيران ستستخدم كل أوراقها طبعا بما فيها ورقة العراق واليمن باعتبارها الأكثر أهمية وصلة للخليج وللولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني أنا أرجح بأنه نحن مقبلون على 4 أو 5 أشهر ساخنة بعض الشيء. نعم، من المقالات يكتب الحسين الزاوي في الخليج الإماراتية أوروبا والحرب الباردة الجديدة، يستنتج الكاتب أن أوروبا حريصة الآن على ألا تتم إدارة الحرب الجديدة داخل أراضيها وعلى حساب مصالحها. مع من ستقف أوروبا في الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين أمريكا والصين؟ يعني هذا الطرح كان يمكن أن يكون مقبولا أو مقنعا في قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن خروج البريطانيين حاليا من الاتحاد الأوروبي لم يعد مناسبا لطرح مثل هذه النظريات الوحدوية لتناول أوروبا ككتلة واحدة. شاهدنا موقفين، موقف أوروبا الرافض للغزو الأمريكي وموقف بريطاني عندما كانت مع أوروبا مؤيد لهذا الغزو. شاهدنا على سبيل المثال موقف أوروبي مؤيد للأمريكان في قضية أوكرانيا مع روسيا، وبالمقابل لم يكن له تأثير. أوروبا لم تكن كما السابق هناك طرف صيني يعني نافع لبعض الدول الأوروبية. هناك دول أوروبية تعاني من أزمات اقتصادية، الأوروبيون مثلا على سبيل المثال الإيطاليين الألمان والفرنسيين، غير موقف الأطراف الأخرى بالاتحاد الأوروبي. ترامب وضع دواليب بحصر العلاقة مع عدة دول أوروبية بالفترة الأخيرة بالعامين الأخيرين على أكثر مقاربة. لذلك الموقف الأوروبي لن يكون واحدا في هذه الأزمة، ستبحث كل دولة أوروبية عن مصالحها سواء مع الصين أو مع واشنطن. سيد عثمان، أخيرا برأيك هل سيكون هناك صراع أمريكي صيني يصل إلى مثابة حرب عالمية ثالثة؟ لا، هذا المستبعد، لأنه يعني انتهت مرحلة تصادم الكبار. يعني ستكون حرب اقتصادية، ستكون مواجهات هنا وهناك على مستوى الحلفاء، لكن مسألة الصدام العسكري لا، مستبعد جدا. في ختام الحوار أشكرك أستاذ عثمان الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. حياك الله، يا مرحبا فيك، يا سلام. مشاهدينا، كان معنا من الدوحة عبر سكايب السيد عثمان المختار المحرر بصحيفة العربي الجديد. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، لكم أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.